ولكن العيون إلى ملعب الباسل بحمد زوزي. كرة والهدف الأول. الله يا مؤنس يا أبو عمشة، مؤنس أبو عمشة يفتتح التسجيل لفريق الساحل. مباراة الساحل والحرية هنا من ملعب السابع من نيسان بحلب، وهذه كرة لفريق الساحل داخل منطقة الجزاء وتسديد. كرة مباغتة لعلي سعيد يفاجئ بها محمد سالم من على حافة الجزاء، يسدد بالقدم اليسرى، هدف جميل. ناحية اليسار إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه يا مغربا، الكرة الرأسية في المرمى. الحرية يعادل، أحمد الدبل يسجل بمرمى فريق الساحل، هدف للحرية، هدفين للساحل. الكرة عند حسام الشوى، حسام إلى داخل منطقة الجزاء. التعادل لأحمد العبد الله، أحمد العبد الله يعود بفريق الحرية إلى المباراة من نقطة البداية، هدف جميل ورائع ورأسية ولا أحلى. قد تكون كرة هدف الفوز. عبد الملك حلبية داخل منطقة الجزاء، يمرر عبد الملك. قلت هدف، قلت تمريرة هدف، قلت يعود الحرية. أحمد العبد الله، أحمد العبد الله. الساحل أصبح في وضع خطر، وهذه كرة لفريق الساحل ولا هدف. هدف التعادل، هدف التعادل للبديل عبد الله جمعة، هدف التعادل. مباراة دراماتيكية، مباراة أهداف. الكرة ناحية اليسار لحسن مصطفى، حسن مصطفى، حسن مصطفى، ولا هدف، ولا هدف، ولا هدف. هدف لفريق الحرية بالوقت القاتل، بالوقت الضائع. الحرية يسجل الهدف الرابع بمرمى الساحل.